ماركين ماركين ياسلين بيومي طرح هاندرا كان كل بونت وشتقت تهز تنفض مخك تاويروب بجاه ربي تفرش سكت خويا نكاورو ناقصين وشيخين عليهم بالقلايب علاه ناقصين طرح هاندرا بيومي راه سبع جواريتك هاو خسر مش حداش مش عربي تفرش سكت ناقصين خمسة جمال العلويني يا سليم ماركينا الثاني يا سليم ماركينا الثاني بيومي إذا حد مخك تحب تربحوا فرنسا يا أخي في بالك فرنسا أقوى من تونس دي تونس هزة كوب دافريك وفرنسا ما هزتوش تعود الكرة للمنتخب الفرنسي فرنسا تلعب في كوب دافريك حاليا المنتخب التونسي بيومي جربي تفرش ساكت أي جمعية القليب حذب قول سبيتا سبيتا تون ماركي والليلة السردوك الفرنساوي الرايشوه ولا عملوه شربة وصل للكمة لأنه منتخب يلعب للستين بيوم حد اختارة انت خاطر انا نقول فرنسا تربح وانا نقول تونس تربح وانا على خاطر الكيب ناسيونال نكت فلوسي الكل عام 3200 شنو هذا 3200 اشبيني انا عم نختار على طرح بيسة سليم الهدوي والكرة على القائم فرصة كبيرة ضاعت على المنتخب التونسي سنة سنة مش العشر الاف سلفتين لك سباحة لهذه من عند آسيا من عند آسيا وهذه من عندي أنا على رأس ليكيب ناسيونال خاص أما يزمنا نفس مومنا راه مش طاها نفس مومنا طاها واه الأولاد سمعت بيكم تلوجوا على نفس مومنا أقربي حد البيان السيد هذا متقدم بشكوى ضد بوك قال والعهدة على من قال أنه سكن عنده جمعتين في الوكالة وما خلصوش 17 يوم بالضبط ناي في بالي في بالي احنا اضطرينا باش نوقفوا الوالد متاعك وهو اللي أعطاني نمروك باش نجمنا نتصلوا بيك بابا موقفينه فين؟ في دار الضيافة يلا أنا قلت نلموا المسألة وديا من غير ما نعملوا محضر وديا؟ كرامتي مسح بها القاعة ما يزيدش يسكن بلاش زيد يتقبع فيها سيد المفتش حلي محضر من فضلك سيد المفتش حلي محضر من فضلك نحل في الحلوة أنا قدامك من فضلك يا سيد أنا نعرف خدمتي ماكش أنت اللي باش توريني خويا ربي فضلك خلينا نحلوا الحكاية بالتي هي أحسن تو نخلصك أنا في فلوسك الكل كاهو طحلك في عرض له الكرامة ما تشريش بالفلوس يا مادموزيل بوك ضحك عليا يسوى ما يسواش يرام وكالة محترمة يحب يشوه لها سمعتها تعرف ايش قالي؟ قالي كي الكفار والجرابة والفيران الساكنين في الوكالة يخلصوك في الكرام وقتها أنا نخلصك في الكرام سيد العون اخدم خدمتك من فضلك سيد العون خدمت انا وياك قبل سيد الرئيس من فضلك هذاك اللي مازال يجي طبق انت القانون في بلاستي اسمع مادام انت شهاده صحيح باش نحلوا محضر يلزمك تجيب لي الرخصه بتاع الوكاله وتجيب لي الدفتر السجل وعدد النزلاء اللي موجودين عندك وتجيب لي بطاقات تعريفهم انا بيدي قلت الواحد يكبر قلبه علاش هالمدموزيل هذيا وجهها مش بتاعه مرميد انا مستعد نتنازل على حقي الشخصي طبعا سيد رئيس مش على الفلوس ايش نعمل انا توا نحل المحضر ولا كيفاش يا سوار يا سوار اسمعني عايش بنتي سوار دي رجل مريض هذاك رجل ميت بالشر على زنصور اللي عمل لي فضايح وشرطة وكالة وكالة معبية بالفيران الجرابع فيها أكثر من العباد مالك أنا عنده تيل بالحق يبعث لي بناته بيه بيه زيد الحديث توا هون فتح لابارتمون أسبقني غادي كان لازمني نمشي نخدم أخر عليه شفتوا المرة الثمانية؟ اي شفتوا الجوار اللبس بالاسفر
بيومي ذاك الاربيتر نمرة 8 تاع فرنسا نارسيس هاوك هاوك اللي عنده كرة توا شبيه هذاك اختاروا احسن جوار في العالم الا فيزيك عنده هو برجوليا فيزيك مو ياسر ذكي فيزيك مو ياسر ذكي اه جبت هذا جيش انا بيدي ما تبعهاش الباسكيت تاعكم اندفاع كبير مباراة سليم هيت 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 الكوموند فيسا بس سقريب شبدا ياسي بخيتي ربي جابك ليا رحمة حتى انا فديت من الماتش وبدر علي المسلسل غنتفرج وما كانت متذكرة حاجة تسايب قتلي مسلسل تسايب غنتفرج الماتش نتاعي تسايب هيت هوني تسايب باهي والله ما تشوفه عند سي توفيق شو مدخلني انا ايش كي بيه هو هاو نرسيس هاو ورسيس هاو سبعة وجول ثمانية وجول اقعد راسك راس الكورة وراسك راس الجول كان تحب قداش المرة نوصيك لا فيش دو باسيون يلزم كل شيء فيها ديتايي كوردوني تريتمون مالادي يا دكتور اون بلوس لا كاس دو ديغنوستيك مش لازم تقعد فارغه حتى نجي انا نعمرها نجم تعمرها وحدك برما ما تعلمت شيء من سوار يا دكتور قول لي يا اخي سوار مازالت ما جاتش نعرفش ما ريتهاش اليوم يا دكتور شو دكتور دكتور مقبيله ودي ماكش تشوف فيها ليه فيش ليه دكتور ترى ساقي لي صاير مكسره ودي جبلت اليمين مسيك بالخير مسيك بالخير شكون السيد موقوف عندنا عنده وجيعه في المعده تاعو جبتوه لهنا باش تعديو عليه وهاو لبس عليه تعرف لبس عليه في بالي بيه يكذب اما ذاك هو القانون لازم تعدي على الكشف يا لندرا باش تدخل عليا المرجي يا زهره في خيالي رايتها في فؤادي احلى بوكنوار الاحلى سونداردست يعطيك الخير وشنو المناسبة ولا رشوة؟ عمرك شفت حاكم يعطي رشوة؟ هذيك بمناسبة السان فالنتان سان فالنتان في أكتوبر سان فالنتان العربي وسامحني شبيهم منتفين؟ شبيهم منتفين؟ جبتهم جنينة المركز مازالك سقيناها جنينة المركز؟ معناتها توتفية بأملك الدولة اذكر الدولة تحفر وي واضح سرحانة معك محل اجتماع باه على مستوى الرامبوان على مستوى الرامبوان حالا اسي اكسيدون توا صار في الرامبوان لازم نمشي حالا يمشي شكون شد و هزوا معاك هزوا معايا اسي خويا الصغير هو تلقى ديك اجراءات ورامبوان ومشكله تقعد لاهي بيه انا ولاهي بالخدمه اسيوا اسمع الحكايه هذي تنحيها من بالك جمله نص ساعه نمشي الرامبوان ونجي بربي بالك شي تسخيل بوشوشة بخيفية هوني برا حطو في بيت وسكر عليه شو حطو في بيت وسكر عليه ياسي جي حطو في بيت وسكر عليه احترمنا شوية خشكارة سميد هو هذيك اللي مزي انا نخدم ومركزة بحذية مجرم مزينة بيه عليه مجرم عليه مجرم ياسي عليه مجرم سبحان الله الرجل غرب بيه الشيطان اغتصب اربع بنات وتابع عليه ربي قاعد يربي ذي روزة ميلك طبيب كامل قرايب الو سيرفيس دورجانس زيد طب حتى واحد سيرفيابل في الكلينيك هذا نجلة سرحان عيط لي مزمزيل عندك برشا تخدم هنا يظل لي فيك مزيت جديدة في النبلاج أنا عندي صاحبي يقص صبعه باش نحل مصنات من يديه اسمع عندك شكالة حل مصنات حل مصنات تشبيك تراش شبيك هزي حتى ورثني هاو باش نصفر لك بروحك نورثك شو عندك في قمال باش نورثك اسيا شفما شنو هيدا عظم الارقام هبتدي بعظم ريش في الرابوان كل واحد ومغرفت وش هزت اختي تحب رشك بشوية مين في مش متفيقة انفما شوية برفان يكون خير هاي يطبعش في النفس شو بدخلك انا اشكي بيك مالا تضرب يا نفع سيدني عليها سيدني عليها تطبعش هاي يطبعش
ها ولا يا ملك اللي قلبك ولا ايش فيك واش مش باهي العرك بين الازواج يا بيد ربي راني ماخذ تراكس راسي راني عندها بالة مش يد 20 سنة عرس صبر عليه وعلى همه نخدم فيه هو وصغاره نتسليت شبابي ذاورة ونقول ميسالج في الاخر نقع رهن الدار وداخل بفلوسها في البوسرة البوسة مدام البوسة شوف فهمها فيها هي البوسة نهار كامل وهي مغطسة راسها في القصعة تغسل وتفرك نغسل لك في وسخك يا بابا نحكي لهم كيفاش تروح لي مبلول حيت يهز وحيت يرد يا مرا احشم يا مرا راني نقدر في الفرملية طبيبة طبيبة دار تثبت على عمت اللي حفروا البحر قلت نرهنها وبفلوسها ندور الدولاب دور الدولاب يدور خواترك يا سوكيرجي عريتنا وفضحتنا قدام العباد خذيته كالطالب مقص النار ما يتهزش بعت الصيغة اللي ورثتها لأمي وحليت له بها حانوت في قلب السوق يعطيك كلب سوق يعظه اسمع نجموش شدوها عندكم ترقدوها مدة خليني نرتاح من منظرها الأحرف وتنصح عليها اللي هي مكلوبة وتقوم تقدم في الليل والخلاص الكل علي نعم بابا نعم ما سيبني نعم سوار فاتك طرح كاتش عالمي سوار لباسة والله ما نعرف يعني نعمل في ديفول مع مانيا عمري مريت كاكا نعرفك قوية شبيك يعني آخر مرة بكيت فيها كي تفرجت على فيلم ما فيه بلوس تعرف جادي ليه؟ جدي كوفير عن لازمني باش وقت باش نجم ما فهم بابا يمكن خاطر عشنا بعضنا على بعضنا باش توا لازمني نحاول باش نقرب له سي مون ديفوار انفير لوي حكاية بابا راهم في بالو بيها حتى حد كان انت اوه واحد ما ينجمش يرتاح شويه في هالارجونس من الامبيسي اكسيون للامبيسي دراما يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات سي جليل عندك اكوشمون في مركز الشرطة هذا لازم شياب مكرشمو ملازم أول أيوه بولو أيوه أيوه هاي الحمد لله عليكم كيف خلقت تفضل من هنا سوار سخيك خذيت على المراكز ولا شنو سامحني دكتور تفضل منها ياك طلعت كليونت شراك طلعت كليونت شو تقصد على البوليس اللي كنت نحكي معاه شنو المشكل ولد حومتي هذيك نعرفه عندي سنين انا تعب تسمع بيومي قلت لك تعرفه عندها سنين ممكن يسكن ورا المركز على ذاك تعرف هيا جمال شد الحس استنى
مش وقت مش وقت خلينا نخدموا على رواحنا يزي عايش اخرس ولا سرقتش بي بشوي بي ما تقلقش روحك ما يوم عاشكو يخرس تتوحم ولا مش تولد ربي يخلص وحلك ويخلص وحلي انا من الخدمه هذه دس 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 صحي صحي ارتاح ارتاح نفس نفس ما راح دس شو اسمك انت؟ بيومي 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 عم دس دس مشي تجي تعدي علي انا زيد حاسب روحي على باب حبيله ربي خلص وحلك خلص وحلي وحلك وحلك زيتوش بالعز ربي يلطف بيها تكمل يا قريب 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 سيء 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 قريب 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 سيء سيء مبروك مسيو يبارك فيك يا عيشك وليد ولا بنيه لا لا تهنى وليد تبارك الله تبارك الله خمسة وخميس ما قلت ليش هذا شو باش تسميه انا باش نسميه على اسم بابا نور الدين شيهمني انا شو بدخلني سامحني اخدموا على رواحكم ربي يعينكم شنو مازلتوا تعملوا في العز؟ يسكتوا خديني انا يعطيكم صحة دكتور تفضل ميرسي عيشك الحمد لله تعديت لبس لبس يا عيشك بارك الله عيشك تفضل هاي تطلع معاهم سيوان كانك سيد مولا لوتين مازال يتركك على ابوك ما ثم حتى مشكل انا موجود عيشك مش عليك القلص اللي جبتوه معاكم ما قلتليش هذا شو بتسميه سميه انا ما نعرفش اسم بوب شو نسميه هو عندك اسم بهيه علاش ما تسميهش بيومي 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 تقول انت باش ما يمسهوش مشيت معاك قالها فربدي لاباس؟ حسي روحي مش نرد يا بيومي اقف اقف يا بيومي اقف شو فما لاباس؟ اقف اقف شافها شافها من 501 ما اللي قمنا بالاسعاف نتاعها تهابط اش بيها هربت المراه نعرفش اش بيه قالت لي بيومي ومشيت بيومي بيومي جونيور